بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 55، كتاب الفتن وأشراط الساعة، وهي من الأبواب المهمة، مهم لكل إنسان يفهم هذه الأمور والعلامات، لأنها تعتبر ربع الدين. تصور بقى ربع الدين، يعني الدين أرباع: إسلام، إيمان، إحسان، علم بأشراط الساعة. في حديث جبريل مش سألوا 4 أسئلة والنبي قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم؟ يبقى الدين 4 أقسام: إسلام وهي شرائع وأحكام، إيمان وهي عقائد، وإحسان وهو سلوك، وعلم بأشراط الساعة وهو إدراك للفتن حتى تتجنبها، فتحفظ على نفسك الإسلام والإيمان والإحسان مع وجود هذه الفتن، فلا تكون سببا لأن تنصرف عن هذا الدين. وبالتالي لابد أن تفهم أن كتاب الفتن وأشراط الساعة ده ربع الدين، وهو كتاب واحد لكنه ربع الدين، وقل من الناس من يفهم هذا المعنى. نقعد نقرأ في كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الحج، ويبقى مش عارف الفتن، يوم يقع في الفتن فيفقد كل ما ذكره وكل ما تعلمه، فهم؟ فلابد انك انت تبقى عليم بزمانك، مقبل على شانك، مش كده برضو؟ هي دي صفات المسلم الصالح: عليم بزمانه، مقبل على شانه، يعني على ما يهتم به وأمر به، مش كده برضو؟ وليه بعليم بزمانه؟ حتى يتجنب المشوشات التي تشوشه من الوصول إلى الحق. فالفتن مشوشات تشوش الإنسان عن الوصول إلى الحق وعن القيام بالمراد منه. والنبي بيّن أن الفتن تزداد كلما اقترب الزمان من القيامة، تزداد الفتن حتى تصير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كأعواد الحصير أو كالقطر من السماء، بحيث أنه لا يخلو بيت إلا وتدخله الفتن. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، اللي هو السد الذي بناه ذي القرنين، وقيل انه موجود في أرمينية هذا السد، وانه هدم لانه لا اثر له الان. يبدو انه هو بدا نقبه من عصر النبوة وبالتدريج يهدم، وكلما هدم كلما ازداد الناس في الفتن. وعشان كده بعد وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ده بعد الهدم على طول، حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يبقى الموج والفتن والاضطراب متعلق بهدم هذا الكيه، جعله الله علامة، زي علامة كده القمر لبدء شهر الصيام، يجي الهلال نعرف الصيام، فعمل لنا هذا السد علامة إن الفتن انتشرت، احذر. يبقى اول ما تعرف، لا عارف، لو سد يأجوج موجود كان يبقى معلم سياحي، كان كل يوم والتاني الناس تروح تزوره، معلم سياحي اثر، لكن لا وجود له الان لانه تم هدمه. يعني احنا في وعد الاخرة: حتى اذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
في بعض الناس شافوا له آثار، بقايا آثار موجودة هناك في أرمينيا بين الجبلين، وتحقيقات كثيرة أثر، لكنه تقريبا يعني إيه هدم. يبقى معناه أن يأجوج ومأجوج الوقت يسيحون في الأرض، لكن يسيحون فقط ولا يحاربون. هيأتي وقت بقى يحاربون، والوقت ده هيأتي لما يكون سيدنا عيسى ابن مريم معنا. يبقى الوقت هم يسيحون في الأرض، وسياحتهم في الأرض علامة وجود الفتن، فهم علامة منها وليس هم أسبابها فقط، لكنهم علامة من علامتها. حتى إذا جاء وعد ربي، اللي هو مع الموعد، الموعد اللي حدده الله في هدم هذا الأمر. كل شيء له عند الله موعد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني وعد الله بانتشار الفتن لاختبار العباد. ما هو علامة بقى، ما هو بدأ من عصر النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا في عصره، ده في عصره، وابتدت تتسع 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 لحد ما ايه اتهدم. لكن بدأ الهدم والفتن من عصر النبوة، خد بالك. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 16 بعد 407، قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه. خد بالك هنا، زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة صحابية، وأم حبيبة أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش. شوف كم صحابي بيروي عن بعض، يعني اتنين من أمهات المؤمنين بيرموا. عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، حديث نادر على فكرة، أسانيد نادرة دي، أسانيد نادرة. التابعين كمان، وفي التابعين كمان هتلاقي ايه عندك انت، شوف الزهري بيروي عن عروة، تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابي عن صحابي. اسناد عجيب شوي لطيف. عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. قلت يا رسول الله، عقد 10 يعني تقريبا بيحط السبابة مع الابهام، يعني كده عقدها كده. وعقد سفيان بيده 10. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى لازم نعرف أن إيه يسد يوم أجوج، بدأ هدمه من عصر النبوة، مش إحنا لسه مستنين يتهدم؟ ده صح النوم، صح النوم، اصحى يا نايم وحد الدايم، إحنا عايشين في الفتن، أفق وانتبه واستقم على شرع الله، فهم؟ ما تفتكرش انك انت لسه مستني، تقول لسه بدري، بدري من عمرك، ربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، زودوا صحابية تانية في الإسناد التاني ده، فبقوا 4 صحابيات، بقت عن حبيبة عن أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة بتروي عن حبيبة بنت مين؟ أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان زوجة النبي، وحبيبة دي تبقى إيه؟ بنتها من عبد الله بن جحش زوجها الأول، فهمت إزاي؟ حبيبة دي بنتها، لأن أم حبيبة كانت متزوجة مين؟ عبد الله بن جحش الأول، ومات في الحبشة
مش كده برضو؟ لما مات في الحبشة هناك النبي تزوجها، مش كده؟ عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت، وأن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. يبقى وصفه التحليق الإبهام والتي تليها، يعني السبابة مع الإبهام عمل حلقة كده. قالت: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وربنا بيقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ربنا ينجينا. لكن حتى لو تم الهلاك وفينا الصالحون فيبعثون على نيته، فلا تقلق، كن على الصلاح وموت على الصلاح، لا تخسر شيء ولا يضرك شيء، يبعث الناس على نيتهم. وعن أبي قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90، لأنه كان كل عدد ليه عقد معين علشان يشاور له من بعيد يعرف في التجارة المبلغ كام يعني. فكل يعني أظن 90 تبقى كده ويسيب طرفة من بتاع، والمية تبقى كده، والعشرة يعني كل حاجة ليها. أنا مش حافظهم قوي اللي هي طريقة الإشارة بالأرقام من اليد. باب الخسف بالجيش الذي يأم البيت. ويبقى من ضمن العلامات برضو ان هيجي يزداد عداوة اعداء الاسلام للاسلام حتى انهم يهتموا بهدم الكعبة. والجيش ده هيجي لما يظهر المهدي ويجتمع المسلمون عليه. فاذا اجتمع المسلمون على قائد ويكون هذا القائد اجتماعهم عليه في موسم حج في مكة، يوم يجد اعداء الاسلام لابد من ايه؟ من هدم هذه الكعبه التي تجمع المسلمون، لان هي الحاجه الوحيده اللي جمعهم الوقت هي الكعبه، يصلون الى قبله واحده ويحجون الى بيت واحد. وعدا ذلك فرقوهم شيع. فيجي بعد كده اعداء الاسلام لما يتطاولوا في عدائهم للمسلمين يفكروا ان هم يهدموا بقى الكعبه. فيعملوا جيش ياتي من قبل الشام، فاذا كانوا ببيداء من الارض يعني في مكان متسع كده زي من منطقة تبوك والحتت دي وهم في الطريق، ربنا يخسف بأولهم وآخرهم. كويس؟ يبقى دي ضمن العلامات لسه ما حصلتش لكن هتحصل قريب. واخد بالك؟ قريب بعد قد إيه؟ الله أعلم. لكن إيه؟ لما يظهر المهدي. يبقى مش هيظهر الجيش ده إلا لما يظهر المهدي. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. ليه بقى؟ لأن يزيد كان بيعد جيش يجي من الشام عشان يلقى ابن الزبير، لأنه رفض أن يبيعه. وبويع علي عبد الله بن الزبير من قبل أهل الحجاز وأهل اليمن وكثير من أهل العراق وأهل مصر، كل دول بيعوا ابن الزبير. ويزيد ما بقاش معاه إلا بعض أهل العراق
وبعض اهل الشام، لكن عنده جيش قوي وعايز ياخد البيعه بالعافيه، فهمت؟ فارسل جيش كان فيه الحجاج بن يوسف عشان يحاصر، فافتكروا ان الجيش ده هو الجيش اللي النبي قال عليه هيخصب باوله واخره، فهمت بقى؟ فراحوا لام سلمه يسالوه، لما عرفوا ان ايه، ان في جيش جاي من قبل الشام، بعتوا يزيد علشان ايه، يحاصر البيت اللي هو، وهدم الكعبه بالفعل، لانه كان بناها عبد الله بن الزبير على ما كان النبي يريد ان يبنيها، وادخل فيها الحجر وجعل بابها للارض وجعل لها باب شرقي وغربي، واخد بالك؟ واحنا عارفين القصه دي طبعا كلنا. المهم لما شافوا جيش الحجاج جاي من قبل الشام، الصحابه ارتبط في ذهنهم كلام النبي انه بيقول جيش يغزو الكعبه، فافتكروا ان هو ده، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده راحوا سالوا ستنا ام سلمة. على ام سلمة ام المؤمنين فسالها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في ايام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث اليه بعث، فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة، يعني ما يبقوا على مشارف كده المدينة في جهة مكة وهم داخلين على مكة، لأن اللي جاي من الشام يمر على المدينة قبل مكة، فهم؟ يبقى طالما الجيش بتاع الحجاج بن يوسف لم يخسف بأوله وآخره، مش هو ده الجيش اللي النبي أخبر عنه، فهمت بقى؟ لأن قال لك يعوز عائز بالبيت، فافتكروا عبد الله بن الزبير لأنه في مكة، يبقى هو العائز اللي في البيت، والجيش اللي جاي ده بقيادة الحجاج بن يوسف، يبقى هو ده الجيش اللي هيخسف، بس ثبت الوقت إنه لم يخسف، يبقى مش هو ده الجيش، يبقى لسه الجيش ما ظهرش. واضح؟ فهمت معايا المسألة؟ وعنه به قال: حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز ابن رفيع بهذا الإسناد، وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر: كلا والله، إنها لبيداء المدينة. والبيداء هو المكان الغير معمور من الصحراء الواسعة، يعني يبقى ما فيهوش مباني، حتة واسعة كده. وعنه به قال: حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر، واللفظ لعمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن اميه بن صفوان انه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: اخبرتني حفصه رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. الشريد اللي هو يعني إيه؟ الطريد البعيد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال: أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة؟ فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. لكن أهل الشام كانوا في الوقت ده ساعة يزيد جايين بجيش، قال له: أهل الشام جايين دلوقتي؟ قال له: لا، ده جيش تاني، مش هو ده لسه، فهمت؟ قال زيد: وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث بن ابي ربيع، لانه بيقول لك هيكون اللي بيعوزوا في البيت قوم ليسوا لهم منعه، وعبد الله بن الزبير كان ليه جيش،
فاهم؟ كان ليه منع، يبقى مش هو عبد الله بن الزبير، ده يبقى هيعوز وعائز في البيت ايه، ويبقى معاه مجموعه لا منع لهم، يعني لا جيش يدافع عنهم. فاهم؟ قال زيد: وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث ابن ابي ربيع عن ام المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير انه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان عائشه رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب، ان اناسا عبث في منامه، يعني كانه حرك جسمه كده فزعا، عارف انت الواحد اللي نايم يقوم يجيله كده جسمه يفزع، ادي معناه. فالنبي مش عادته كده، فستنا عائشه بتقول له: ايه اللي حصل؟ ليست عادتك، لم تكن تفعل. فقال: العجب، ان ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، ان الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، المجبور يعني المكره، وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبقى هنفهم ان الجيش اللي هيجي يخسف الكعبه ده هيبقى مصحوب بناس من جيوش بلاد المسلمين كمان، لان الرسول قال له من امتي هيبقى جايين ناس بسبب الاتفاقات العالميه وما يسول لهم السياسه العالميه، واخد بالك ازاي؟ فالحكام هيساهموا في هذا الجيش، بعض حكام المسلمين هيساهموا في هذا الجيش بفرق من عندهم، فهيبقى ايه، ناس كفار على جيوش مسلمين على جيوش وناس ما لهمش دخل بيهم، وناس جايين مجبرين مكرهين لان واخد امر والجيش لازم ينفذ الامر، هو مش مبسوط انه يروح يعمل الحكايه دي بس واخد اوامر، ففيهم المجبور والمكره والمستبصر والمستنصر. فهمت ازاي؟ وكل يخصب بكل دول ويبعثون على نيتهم. فهمت بقى؟ يبقى نية المرء خير من عمله. وفيها كمان ان الانسان يبعد عن اماكن غضب الله حتى لا يصاب بما يصاب به الاخرين، لان هيخصب بالكل، فمفيش داعي تقعد في حته هيخصب بالناس فيها. يبقى لا تكثر سواد قوم، من كثر سواد قوم اصيب بمصيبتهم وعوقب بعقوبتهم في الدنيا. فهمت ازاي؟ وبالتالي ما تقعدش بقى في خماره ولا تقعد في اماكن فيها معاصي علشان لا تنزل العقوبه فتاخذك معهم، وتقول اصل انا نيتي حلوه، انا كنت قاعد ايه بقرا قران ما شاء الله في صدري وهو قاعد في خماره. ما ينفعش. طب تقعد في المسجد يقرا قران، ما تقعدش في الخماره. فهمت بقى؟ يبقى لا تكثر سواد اهل المعاصي. باب نزول الفتن كمواقع القطر. شوف زي المطر، يعني النبي بيقول لك الفتن نازله ايه؟ زي المطر من كثرتها. نزول الفتن كمواقع القطر، يعني زي المطر من كثرتها. شوف المطر قطرات المطر قد ايه؟ ولا يخلو بيت الا وتصيبه كذلك الفتن. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه. قال اسحاق: اخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. أشرف يعني نظر إليه من ارتفاع من علو. أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني كان فوق قصر أو حصن من حصون المدينة مرتفع، والنبي نظر إلى المدينة من هذا المكان المرتفع، ينظر إلى كل بيوت المدينة. يبقى القطم هو القصر او الحصن المرتفع. اشرف على قطم من اطام المدينة ثم قال: هل ترون ما ارى؟ اني لا ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وده حصل في المدينة. شوف انت لما استحلوا المدينة
جنود يزيد ومنعوا الصلاة في المسجد النبوي، وقتلوا أكثر من 10,000 صحابي، واغتصبوا أكثر من 10,000 امرأة حرة من بنات الصحابة ومن الأحرار. وحصل الكلام ده أيام يزيد بن معاوية جزاه الله سوء ما فعل. فكل ده حصل والنبي شافه قبل ما يحصل، ده بيشوف ان المدينة هيحصل فيها كده، فهمت؟ فلم يخلو بيت من بيوت المدينة الا ودخله اثر من هذه الفتنة والخلافة التي بدأت بمقتل سيدنا عثمان وانتهت بعد ذلك بمقتل سيدنا علي بن ابي طالب، ثم مقتل سيدنا الحسين وآل البيت في كربلاء، ثم بعد ذلك انتهاك حرمة الكعبة وقتل سيدنا عبد الله بن الزبير في مكة، ثم بعد ذلك حصار المدينة وإيه وانتهاك حرمات أهل المدينة وقتل الصحابة بأيدي هذا الجيش، وانتهاك الحرائر وأعراض النساء وبنات الصحابة بإيه من جيوش لا تعرف إلا الدنيا والدينار والدرهم، وليس لها دين إلا الدولار زي بتوع اليومين دول، بس كان ساعتها بيقولوا عليه دينار، دلوقتي بيقولوا عليه دولار، وكان زمان يقولوا عليه دينار. فهي هي يعني. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني من حتى نظر إليها تجذبه ليها وتوقعه فيها، يعني حتى ما تقعدش تتفرج عليها، يقول أنا هخرج أتفرج بس أشوف هيعملوا إيه، لا أقعد أحسن. في ناس كتير خرجت أيام الهرج اللي كان بيحصل في مصر وما كانش ليها لا تمثل لا مع دول ولا مع دول، أصيبت إما مات أو أصيب بعاهة مستديمة أو قبض عليه خطأ وبقى مجرم، وبعدين فين بقى حلني على مبانه إنه بريء ويثبت إنه مش حمار، شغلانة كبيرة، فهمت ده؟ فالأحسن اقعد في بيتك، إلزم بيتك أحسن، أسلم لك. وبعدين شوف الفتن بتنزل كقطر يعني جاية من السماء، إشارة إلى إيه؟ الأقمار الصناعية، والأقمار الصناعية بتبث أخبار كاذبة تدخل كل بيت، والناس يصيغوا وجدان الناس عن طريق الإعلام الكاذب، فدي كلها برضو فتن. وينشروا الإباحية، كل دي عن طريق نازلة من السماء. شوف تشبيه النبي، هي الأقمار الصناعية بتبث من السماء. فسبحان الله يا أخي، سبحان الله، كأن النبي ما زال يخبرنا مين بقى نحن فيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده قلل المشاركة، المشاركة وقلل التعليق كمان، لا تعلق على الأحداث. يعني لما حد يسألك في الأحداث أنت مع مين؟ قول لهم أنا مع الله. واقعد اذكر ربك. لا مع دول ولا مع دول. ما تعلقش. الأمور ملتبسة، التباس شديد. ومن تظن أنه صادق يمكن يطلع في الآخر كاذب. ومن تظن أنه كاذب يمكن في الآخر يطلع صادق. فالأحسن لا تعلق ولا تتهم أحد ولا تبرئ أحد، لا تتهم ولا تبرئ، فهمت؟ يجي يقول لك إيه رأيكم في الحكم بتاع على حسن مبارك بالبراءة، تقول الله أعلم، العدل يوم القيامة. لا تتهم ولا تبرئ لأنك ما تعرفش، الأمور ملتبسة، دي حقيقة. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هنا معناها ايه؟ ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يعني كلما قل مشاركتك كلما كنت اقرب للايه؟ للامان. من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. اللي يجد فيها ملجأ يعذ به، وملجأنا هو الله. واخد بالك ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب
قال حدثني أبو بكر بن أبي بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. يعني زود في الآخر كأن يعني إيه، مش بيقول إيه ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، يعني يكثر من الصلاة يواظب على صلواته، لأن ذكر بقية الحديث إيه، من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، اللي هي صلاة العصر، وتملي كل في صلاة العصر الإعداد للمظاهرات كلها في الوقت ده، فيضيع صلاة العصر. لا اهتم انت بقى بصلواتك، ما تخرجش للجموع اللي بتطلع والمليونيات والكلام الفارغ والمسخرة اللي بيقولوه، انشغل بإقامة صلاتك. فاهم؟ من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله، وتر يعني إيه؟ سلب، أخذ، نقص. وعشان كده لن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم، يبقى وتر يعني فقد، سلب، أخذ، نقص، بهذه المعاني كلها. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان. والنائم هنا بمعنى إيه؟ الغافل عنها. النائم هنا بمعنى إيه؟ الغافل عنها. واليقظان هو المتابع لها. تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والمتابع ليها خير من المشارك، والقائم فيها خير من الساعي، والمشارك فيها بمشاركة خفيفة خير بالنسبة للمشارك فيها مشاركة كبيرة. يعني كلما قلت الأمور، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. والنبي كان إذا حزبه الأمر إيه؟ فزع إلى الصلاة. كانت سنة النبي كده، إذا حزبه الأمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. يبقى معناه تكثر المواظبة على السنن وعلى النوافل وعلى الفرائض، وتواظب على صلاتك لعل الله يعيذك منها. وعن أبي قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. يعني انشغل فيما أقامك الله فيه، انشغل بمصلحتك، شوف مصلحتك يا محترم. فهمت ازاي؟ دي المعنى. يعني اللي عندك تجارة اهتم بتجارتك، عندك دراسة اهتم بدراستك، عندك علم اهتم بعلمك. فهمت ازاي؟ عندك عمل اهتم بعملك. فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمل إلى سيفه فيدق على حده بحجر. يعني حتى سلاحه يفسده حتى لا يقتل به مسلم خطأ. يعني يعمل إلى سيفه يدق على حده بحجر، يعني يخليه لا يقتل، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين
فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. اللي هي في رواية تانية قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فهم؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا عندما تلتبس الأمور، أما إذا كان الحق واضح فامشي مع الحق وقاتل مع الحق. يبقى الكلام ده إمتى تمتنع تماما؟ إذا كان ملتبس، الأمور ملتبسة عليك، أنت مش شايف الحق فين، محتار، لكن اللي شايف الحق فين يمشي مع الحق، فاهم؟ لو الحق واضح خلاص، ما لو الحق واضح ما تبقاش فتنة. على فكرة هي فتنة معناها إيه؟ التبس الحق بالباطل، تدخلت كل واحد بيقول بالآية والحديث، سبحان الله يا أخي، كله حافظ القرآن وكله بيقول بالآية والحديث، ما شاء الله، إيه الحاجات الحلوة دي؟ وفي الآخر تلاقي ده بيقتل ده، ده بيقتل ده بالحديث والآية، والتاني بيقتل ده بالحديث والآية. الله، طب أنا أروح فين؟ أقعد في بيت أحسن بقى. طب دخلوا عليا وملتبس، أسيب نفسي بقى ربنا إيه يقدر لي الخير بقى، والله قتلوني الحمد لله استريحت منهم، فهمت إزاي؟ قبضوا عليا، طب ما انا كده، ما انا كده كده قاعد في بيتي، ده بيت وده بيت، اصلي واقوم بعباداتي لحد ما ربنا يحكم بين العباد، فهمت ازاي؟ لكن لا تشارك طالما الامور ملتبسه، السلامه لا يعدلها شيء. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الاسناد، حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. ونقف على باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وأغفل عن ذكري الغافلون.